بسم الله والابن والروح القدوس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدوس معكم جميعا. لطفا جلوس. أيها الإخوة والأخوات، كل عام وأنتم بخير. باسم سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا وأساقفة وكهنة وشمامسة البطريركية اللاتينية، وباسمكم جميعا ومن هذا الموقع المقدس وفي هذا الزمن الميلادي المقدس، اسمحوا لي أن أرحب أجمل ترحيب بكل الحجاج الكثيرين المشاركين من مختلف مدن ورعايا وقرى الأردن، لا بل وبالضيوف الرسميين الأكارم لمساعدتهم في إنجاح هذا الحج السنوي إلى موقع المغطس. أرحب أولاً بالسفير البابوي المونسينيور ألبرتو أورتيغا والقائم بالأعمال المونسينيور ماورو. أرحب بسيادة المطران جوزيف جبارة مطران الرومي الكاثوليك وبرؤساء وكهنة ومؤمني الكنائس المارونية والكلدانية والسريانية. واسمح لي أيضاً أن أضيف الشكر إلى الترحيب بعطوفة محافظ منطقة الأغوار وعطوفة المتصرف وبقائد المنطقة العسكرية الوسطى وجميع أفراد الأجهزة الأمنية، كما أرحب بأمين عام وزارة السياحة وبمدير عام الشرطة السياحية ومدير عام قوات الدرك ومدير مخابرات المنطقة الوسطى ومدير العمليات التابعة لسلاح الهندسة الملكي ومدير الاستخبارات العسكرية للمنطقة الوسطى ومدير شرطة محافظة البلقاء ومدير هيئة موقع المغطس بالوكالة المهندس رستم والدكتور عبد العزيز رئيس قسم الإدارة ومدير شرطة السير ومدير الدفاع المدني ومدير الخدمات الطبية الملكية. كما اسمحوا لي أن أرحب بالإنجليزية ببعض الضيوف. Allow me to welcome in your name His Excellency the Ambassador of Hungary, thanking him for the contribution of his country in the completion of this church, and the Ambassador of Italy to Jordan, as well to welcome the representatives of the American Embassy in Amman. A warm welcome to the Filipino and Sri Lankan parishes here present with their chaplains. وأود أيضاً أن أرحب بشخص من المفروض أن يرحب هو بنا في هذه الكنيسة، وهو المهندس العين نديم المعشر وعقيلته، وهو من صمم ويبني هذه الكنيسة. وأحيي جميع الطاقم الهندسي الذي يعمل برفقته. وعلى مستوى كنسي اسمحوا لي أن أرحب بكل الرهبان والراهبات والمؤسسات الكاثوليكية والرعاية الكثيرة المشاركة من الشمال والجنوب والوسط. عندنا رعاية من إربد ومن العقبة، يعني كل الأردن موجود هون من خلالكم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. كما أرحب بمدير وبجمعية الكاريتاس الأردنية وبالأمانة العامة للشبيبة المسيحية وبالهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانيت اللاتين وبالجوقات المشاركة وبخدام الهيكل وبوسائل التواصل والصحفيين. كما أحيي مدير بيت الحجاج الروسي وجميع العاملين فيه، وإن نسيت أحداً أرجو المعذرة. أدعوكم الآن جميعاً إلى مواصلة الصلاة. جئنا نصلي للصلاة عن نيتكم ونية أحبائكم وعن نية الأردن مليكاً وحكومة وشعباً. نأمل أن نلتقي معكم في السنة القادمة وقد اكتملت هذه الكنيسة وتزينت بأبهج حلة لمجد الله الأعظم. وكل عام وأنتم والكنيسة والوطن بألف خير. أيها الإخوة، لنسفر خطايانا ولندن عليها فنكون أهلاً إلى كمات الأسرار المقدسة.
أنا أعترف. رحيمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Thank you.
نصلي. Almighty ever living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him your beloved Son, grant that you children by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well pleasing to you. Bil Masih Rabbina. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. عزوا شعبي يقول إلهكم، خاطبوا قلب أورشليم ونادوها بأن قد تم تجندها وغفر إثمها واستوفت من يد الرب ضعفين عن جميع خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء قويمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض والمعوج يتقوم ووعر الطريق يصير سهلا ويتجلى مجد الرب ويعاينه كل ذي جسد لأن فم الرب قد تكلم. اصعدي إلى جبل عال يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعيه ولا تخافي، قولي لمدائن يهوذا، هوذا إلهكم، هوذا السيد الرب يأتي بقوة وذراعه متسلطة، هوذا جزاؤه معه وعمله قدامه، يرعى قطيعه كالراعي، يجمع الحملان بذراعه ويحملها في حضنه ويستاق المرضعات رويدا. كلام الرب. مجدي يا نفس المولى، أيها الرب إلهي، إنك عظيم جدا، تسربلت الجلالة والبهاء وصيرت الضياء لك الرداء. أنت الذي يرفع على المياه مساكنه العاليات، أيها المعتلي متون السحاب والساكن فوق أجنحة الرياح، الجاعل الرياح له رسلاً والنيران الملتهبة خدماً. أيها الرب، ما أكثر أعمالك بحكمة صنعتها جمعاء، والأرض ملأى بمخلوقاتك، هو ذا البحر الخضم المترامي الأركان الذي يعج ولا يكف عن الهيجان، المليء بالصغير والكبير من الحيوان. يا من تعمدت في نهر جميعها تعقد عليك الرجاء كي ترزقها في الأوان الغذاء، أنت الذي يؤتيها رزقها وهي تجمع، تمد يدك فإذا هي من الخير تشبع. يا من تعمدت في
لك فإذا بها تفزع، تقبض أرواحها فتفنى وإلى ترابها ترجع، ترسل روحك فتخلق جديدا وتجدد وجه الأرض تجديدا. يا من تعمدت في نهر الأردن عمدت بالروح القدس والنور، يا من تعمدت في نهر الأردن عمدت بالروح القدس والنور. قراءة رسالة القديس بولس الرسول إلى تيتوس. أيها الحبيب، قد ظهرت نعمة الله ينبوع الخلاص لجميع الناس، وهي تعلمنا أن نكف عن التكفير وشهوات الدنيا لنعيش في هذا الدهر برزانة وعدل وتقوى، منتظرين السعادة المرجوة وتجلي مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي جاد بنفسه من أجلنا ليفتدينا من كل إثم ويطهر شعباً خاصاً به حريصاً على الأعمال الصالحة. فلما ظهر لطف الله مخلصنا ومحبته للبشر لم ينظر إلى الأعمال عملناها نحن في البر، بل شاءت رحمته أن يخلصنا بغسل الميلاد الثاني والتجديد الآتي من الروح القدس الذي أفاضه علينا وافراً بيسوع المسيح مخلصنا، حتى ننال البر بنعمة فنرث في الرجاء الحياة الأبدية. هذا كلام الرب. شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي. في ذلك الزمان كان الشعب ينتظر وكل يسأل نفسه عن يوحنا،
أليس هو المسيح؟ فأجاب يوحنا قال لهم أجمعين: أنا أعمدكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، ولست أهلا لأنفك رباطا. فهو يعمدكم في الروح القدس والنار. ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضا وكان يصلي، انفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، عنك راضي. First of all, I want to greet all of you present here. Happy to see this great church full of people, and people also outside is a good sign, and happy for this. أحييكم جميعاً وسعيد جداً أن أرى هذه الكنيسة الكبيرة مملوءة بجامع غفير من المؤمنين. أحييكم وأرحب بكم جميعاً. سيدنا ويلش أملي, you already thank and presented some people. The Chancellor at the end of Mass will say other people. I don't want to repeat the same things, but some names I have to say. سيدنا ويليام في البداية شكر ورحب بالجميع، وبعد بآخر القداس أمين السر رح يشكر ورحب. ما بدي أعيد نفس الحكي، ولكن بدي أذكر شيء بسيط بعض الأسماء. I want to thank first of all for their presence, the Ambassador of Hungary that was very instrumental for the support of the building of this church. أود أن أشكر أولاً سفير هنغاريا الذين ساهموا مساهمة فعالة في بناء هذه الكنيسة. Of course, after Nadim Washer. طبعاً بعد السيد نديم معشر. The Italian ambassador and his family, Fabio Cassese. وأيضاً سفير إيطاليا. The representative of American embassy. وممثل السفارة الأمريكية. I'm also very thankful for the presence of the representative minister of tourism, Mr. Issa Gamu. وأيضا سعيد جدا بحضور ممثل وزارة السياحة سيد جامو. All the representative responsible for the security and all of you. Thank you. وكل ممثلين الأمن والشرطة وجمعتم جميعا. Now we have to stop a moment on the what we are celebrating, the baptism of Jesus. وسنقف قليلا عند ما نحتفل به اليوم وهو عماد يسوع. Immediately after the homily, I think there is a blessing of the water. All of us, all those as possible, will receive something of the water of the Jordan. بعد العظة رح يكون في مباركة الماء ورش على المؤمنين، وسيحصل كل واحد على نقطة من مياه نهر الأردن. It's a very awaited moment. I remember very well that all the people wants to touch the water. والكل بنتظر هاي اللحظة، وبذكر بالعام الماضي الجميع كانوا يرغبون في أن يصلهم ويلمسهم الماء. The symbol of the baptism is water. We come here on the baptism site. It doesn't make sense not to touch the water.
ورمز العماد هو الماء، وإحنا جايين على موقع المعمودية ما في إلها معنى ما نصيب الماء. But when we want to feel the water is a symbol. We want to feel the presence of God. وبشعورنا وملمسنا للماء، الماء هو رمز لأننا نريد أن نلمس حضور الله، لأن الماء رمز في هذا المقام. We want to feel the blessing of God. The blessing is the presence of God in our life and all what we need. بدنا نشعر ببركة الله وحضوره في حياتنا. حضور الله في حياتنا هو ما نحتاجه. Because we need to feel His presence in us and among us in our community. ونريد أن نشعر بحضور الله في داخلنا وبيننا وفي الجماعة. So this is the first meaning. When we want to feel the water, the barakah, the blessing, we want to feel the presence of God in us. وهذا هو أول شيء. لما نريد أن نحصل على البركة ونلمس الماء، نريد أن نشعر بحضور الله فينا وفي حياتنا وفي داخلنا. And here in this place where we are now in the baptism site, we celebrate with the baptism of Jesus the descending of Jesus among us. وباحتفالنا اليوم في هذا المكان المقدس، مكان المعمودية، نحتفل بنزول بعماد يسوع، طبعا بنزول يسوع بيننا، بحضور يسوع بيننا. We know, we just heard that John the Baptist here was baptizing for the conversion of the sins. كلنا بنعرف انه يا يوحنا المعمدان في هاي المنطقة كان يعمد لمغفرة الخطايا. And Jesus went among them, but he was without sin. يسوع ذهب بينهم ومعروف هو ما عنده خطية. So it means that he wants when we with the baptisms we celebrate, we are still in Christmas. Christmas we celebrate the descending of God as human flesh, the manifestation of the Epiphany, but also God Jesus that comes among us sinners. وإحنا في كمان في جو عيد الميلاد، اللي بنحتفل في عيد الميلاد بالله اللي بنزل ويأخذ جسد ويصبح واحد منا، وكذلك الظهور الإلهي، وأيضا في المعمودية يسوع يأتي بيننا ويدخل بيننا نحن الخطأ. And then we in the gospel we just heard that the sky, the heaven was opened. والإنجيل بيقولنا إنه السماء انفتحت. It's a symbolic meaning. Means that now the heaven was closed because of the sin. Now with Jesus, the heaven is still open and there is still connection, union between heaven and earth, God and human beings. وهذا معنى رمزي بأن السماء كانت مغلقة بالخطيئة، والآن السماء انفتحت والعلاقة عادت بيننا وبين الله، والطريق أصبح سالك والله أصبح حاضر وموجود بيننا. It's written also somewhere else that in the Gospel of John that Jesus will see the stairs the open and the angels go up and down. This is the symbol that now the heavens are open and Jesus opened the connection between God and us. وفي مكان آخر في عند يوحنا يقول إنه كان يسوع رأى السلم وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان، وهذا يعني أن يسوع هو أعاد هذه الفتحة وهذه العلاقة بين الله وبين الإنسان. So this is the first meaning. Jesus broken all the separations, and this is an important meaning for us also that we like sometimes separation. There are many things that divide us. وهذا المعنى الأول، إنه يسوع كسر الحواجز، وإحنا في كثير من الأحيان بنركز وبنحب الحواجز اللي بتفصلنا عن بعض. There are many divisions everywhere among churches, within the churches, in our communities, in our families, in the society. We want to be we don't want to be with him. We are different from them, and so on. Division, separation sometimes prevail on the unity and union. وفي كثير من الأحيان هذا الانفصال هو يظهر أقوى
من الوحدة الموجودة، هذا الانفصال اللي موجود في كنائسنا وبين كنائسنا في مجتمعنا في العائلة وين مكان، ويظهر عادة بقوة أكثر من ما يوحدنا. So the first meaning, the first lessons we learn today is to break the what separate our heart from the other. وأول ما نتعلمه اليوم هو أن نكسر كل ما يفصل قلوبنا عن الآخرين. The second meaning of the water, the blessing, the water you want to receive, is connected with the sin. المعنى الثاني المربوط بالماء والبركة اللي بدنا نأخذها من الماء وبالعماد هو مربوط مع الخطيئة. Jesus was without sin, but we are, I don't know you, but I am a sinner. We are all sinners, I think. يسوع كان بدون خطيئة. أنا ما بعرف أنتو، بس أنا كمان سيدنا بيقول مليء، كلنا خطأ، كلنا بشر ضعفاء. We need, all of us, we need the forgiveness of our sins. We all have in our hearts something that separates us from God. وكلنا بحاجة إلى المغفرة. كل واحد فينا في شيء يفصله عن الله. So we need this water, we need the presence of God to forgive our sins, because we all have every day to bow in front of God and ask forgiveness. ونحن نريد هذا الماء لكي يغفر هذه الخطايا، نريد هذا الماء كل يوم ليمحي هذه الخطايا وليقربنا أكثر وأكثر من الله. And because of that we come here. عشان هيك جينا هون. But we cannot ask the forgiveness of our sins. We cannot ask God to forgive our sins, to reconcile us, to love us, if we don't do the same as Jesus teaches. وما بنقدر احنا عشان هيك جينا اليوم، وما بنقدر نطلب من الله يغفر لنا خطايانا اذا احنا ما قمنا بنفس العمل، ما غفرنا نحن ايضا. Our heart is one. We don't have two hearts. We have one heart only. عندنا قلب واحد أو قلبنا واحد. So if our heart needs forgiveness, should also learn how to forgive. وإذا قلبنا بحاجة إلى المغفرة، معناته هو أيضا بحاجة إلى أن يغفر. So not to separate our heart. ما نقسم ونفصل قلبنا. And then I conclude. The last point is what we celebrate here is what Jesus teaches us is a style of life. وما يعلمنا إياه يسوع اليوم، وهي الفكرة الأخيرة وبختم، هو منهج حياة. Jesus, what he does, he go with the sinners, forgives and so on. And this is our life. We always tend to wait for the forgiveness. We wait others to help. We wait. But Jesus, he here goes. We have to learn here not just to wait for the pardon and forgiveness, wait the blessing, but also to become a blessing. واليوم بالذات يسوع بيعلمنا إنه هو الذي يأتي. إحنا في طبيعتنا، في عالمنا، في حياتنا، ننتظر إنه الآخرين يغفروا لنا، الآخرين يسامحونا، أو الآخرين يبادروا تجاهنا. يسوع هو الذي يبادر اليوم. يسوع يبادر، ونحن مدعوين مثله إلى المبادرة بالمغفرة والمبادرة بالبركة. And I have to say, now I have a more experience of Jordan and Jordanians. I have to say that we, Christian community, we are a small community maybe, but we do this with all our problems, of course, but we are open to the others. We are doing many things for the others. أنا الآن بعرف الأردن أكثر من السابق، وبالرغم من إنه إحنا جماعة صغيرة، ولكن بعلم إنه إحنا جماعة منفتحة على الآخرين وتعطي إلى الآخرين. Wherever I go in the parishes, I experience I see, I meet volunteers, charitable societies, and so on. The people, part of the community, that is doing something for the others.
ووين بروح بزياراتي الرعوية بالأردن بلاقي دايماً المتطوعين، دايماً العمل الخيري، دايماً بلاقي ناس مستعدين يعطوا وقتهم ويقدموا خدمة ومساعدة للآخرين. And so this is a way to become a blessing because Jesus, God, is present in us, but also He asks of us to go to the other. وهذا هو أيضا بركة نبعتها للآخرين. يسوع يدعونا اليوم إلى أن نذهب إلى الآخرين، إلى أن نعطي هذه البركة للجميع. So I conclude to be together with God. What we celebrate here, to be together with God. وبختم الآن ما نحتفل به اليوم هو أن نكون معا مع الله. Second, that God in Jesus here breaks all the barriers between Him and us. ووجود يسوع وحضوره بيننا يهدم كل الحواجز اللي موجودة في داخلنا ومع الآخرين. And I hope also among us. والأمل كمان إنه بيننا. We come here to ask forgiveness for our sins. ونأتي هنا لطلب المغفرة عن خطايانا. We ask also the strength to forgive to the others. ونأتي أيضا إلى هذا المكان لنغفر للآخرين. We want to learn here to be, to continue to be in solidarity with all our society. نأتي هنا أيضا لنتعلم كيف أن نكون متضامنين مع الآخرين في مجتمعنا. It is a wonderful program for the coming year 2019. I hope that next year we can do something more. وهذا برنامج كتير مرتب لسنة 2019 وإن شاء الله بنيجي السنة الجاي وبنعمل شيء أكثر من ذلك. كل عام وأنتم بخير. Thank you. أيها الأبناء الأحباء، نستعد الآن لنتحد مع كنيسة السماء، الكنيسة المنتصرة، كنيسة القديسين، لنتهيأ لتقديس الماء المبارك الذي سننضح فيه علامة على تجديد عمادنا، وقبل أن نقوم بتجديد مواعيد معمودية لنقف جميعاً بقدسية ومهابة لنرفع الصلاة وطلبة القديسين، ونذكر أيضاً أن هناك مجموعة من الكهنة خارج الكنيسة لتقديم سر التوبة، سر الاعتراف. أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء كي يفيض وافر عطاياه السماوية علينا وعلى هذا الماء الذي سننضح به هذا الشعب الكريم. أيتها القديسة مريم المجدلية،
الموت يصل أنطاكي. صلي لأجلنا أيها القديس لورنسيوس. صلي لأجلنا أيها القديس جورجيوس. صلي لأجلنا أيتها القديسة أغنيسيا. قديسة بربيتوا وفلشيتا. صلي لأجلنا أيها القديس غريغوريوس. صلي لأجلنا أيها القديس أوستينوس. صلي لأجلنا أيها القديس أثناسيوس. قديس باسيليوس. صلي لأجلنا أيها القديس نيقولا. صلي لأجلنا أيها القديس سابا. صلي لأجلنا أيها القديس مارتينوس. صلي لأجلنا أيها القديس يوحنا الدمشقي. صلي لأجلنا أيها القديسان فرانسيس وعبد الأحد. صلي لأجلنا أيها القديس فرانسيس كسفاريوس. صلي لأجلنا أيها القديس يوحنا فييني. يوحنا بوسكو. صلي لأجلنا أيها القديس يوحنا بولس الثاني. صلي لأجلنا أيتها القديسة تيريسيا. صلي لأجلنا أيتها القديسة كاترينا السيانية. قديسة ميري ألفونسين. صلي لأجلنا أيتها القديسة مريم يسوع المصلوب. صلي لأجلنا يا جميع قديسي الله وقديساته. من كل خطيئة
بذاتك المقدسة. والآن يبارك الأسقف الماء الذي سننضح به علامة على تجديد معموديتنا. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض لنصلي. اللهم يا من رسمت أعظم الأسرار لخلاص الجنس البشري بواسطة عنصر الماء، أصغي إلى دعائنا وأفض على هذا الماء الطاهر المقدس قوة بركتك لكي تكون لعنصره الذي يستعمل في أسرارك فاعلية نعمتك الإلهية لطرد الشياطين وإبعاد الأمراض، حتى أن ما يرش من هذا الماء في مساكن المؤمنين يطهر من كل رجاسة وينجي من الأضرار، فلا يقيم فيه داء معدن أو هواء ضار، فتخرج منها كل حيل الشيطان الخفية. وإن كان هناك ما يهدد سلامة الساكنين فيها وراحتهم فليبتعد لدى رش هذا الماء، وليستقر فيها الهناء الذي نطلبه باسمك القدوس بيسوع المسيح ربنا المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. والآن بصوت واحد سنقوم بإعلان تجديد الكفر بالشيطان وجميع أعماله وأباطيله، وإعلان الإيمان بالله الآب والابن والروح القدس وبالكنيسة الكاثوليكية المقدسة. الكفر بالشيطان. أتكفرون بالشيطان؟ نعم نكفر. وبجميع أعماله؟ نعم نكفر. وبجميع أباطله؟ نعم نكفر. الاعتراف بالإيمان الآن. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وكبر وقام من بين الأموات وهو الآن جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم نؤمن. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا. آمين. والآن سيمر الأساقفة من بيننا لرشنا بالماء المقدس علامة على قبول هبة الحياة الجديدة وتجديد مواعيد المعمودية. Yeah.
أنتم الذين بالمسيح تمتم المسيح قد لبستم هللويا. أنتم قد لبستم
أنتم الذين بالمسيح تمتم المسيح Because of our baptism, we are able to offer this petition to God as our Father. So we pray with confidence. لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة، ركن الحق وأساسه، لتكون في العالم وللعالم علامة رجاء ومحبة وتعزية، والنور المنير طرق الباحثين عن الحق، والأمة الرؤومة التي ترعى أبنائها وترضعهم حليب الإيمان والرحمة والعدالة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل قداسة الحبر الأعظم لكي يقود سفينة بطرس في بحر هذا العالم الهائج وسط الضباب والعواصف الصاخبة والأمواج المتلاطمة والرياح العاتية التي تتحطم على صخرة إيمانها وتبلغها شط الأمان. لنصلي أيضاً لرئيس أساقفتنا وجمع الأساقفة والإكليروس وجماعة المؤمنين. إلى الرب نطلب. لنصلي متضرعين إلى الطفل الإلهي أن يمنحنا سلامه الحقيقي النابعة من القلب، خاصين منطقتنا المنزلقة في هوة الاقتتال والحروب والضياع، وينير بصائر قادة العالم وصانعي القرارات والمسؤولين عن مصائر الشعوب، ويلهمهم الإرادة لاتخاذ الوسائل الكفيلة بإقامة السلام المبني على المحبة والعدل. إلى الرب نطلب. لنصلي من أجل ملكنا المحبوب لكي يبارك الله جهوده الدؤوبة ومساعيه الحميدة لترسيخ ثقافة السلام القائمة على الاحترام والقبول والحوار وإقامة السلام، ويديم نعمة الأمن والاستقرار في أردننا الغالي الملاذ لكل مقهور ومشرد وباحث عن الدفء والكرامة والإنسانية. إلى الرب نطلب. في هذه البقعة المقدسة تمت دعوة التلاميذ الأولين الذين تبعوا حمل الله الحامل خطايا العالم. من أجل هنا انطلقت الدعوة لحمل رسالة الخلاص، حيث دوي صوت يوحنا المعمدان سابق المسيح يدعو إلى التوبة. فلنصلي من أجل أن يرسل عمله إلى حقله المقدس. إلى الرب نطلب. لنصلي من أجل المشردين والمضطهدين ومن أجل معتقداتهم وعرقهم والمحزونين والأيتام والثكالى والأرامل، ومن أجل المحرومين من أدنى حقوقهم، ومن أجل اللاجئين والمهجرين والمستغلين من قبل تجار الموت
والمروجين لأدوات الترويع والقتل والتدمير إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل أن تتكرم مريم العذراء أمنا المثال الأسمى لنا بالصمت والإيمان، وتعيننا على تحمل الشدائد، وتمنحنا القوة لنسير معها في الطريق الذي سارته مع ابنها الحبيب بكل حب وسلام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. بالمسيح ربنا. Thank you.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الأبي القدير كي يقبل مني ومنكم ما يرضى بها. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world. بالمسيح ربنا. رب معكم. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. لنشكر رب إلهنا. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the waters of Jordan, you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us. And by the Spirit descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so with the power of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما كنا هذا الخبز والشريعة
خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا، وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين وشعبك بأسره. أذكر إخوتنا الذين ركضوا على رجاء القيامة، ولا سيما أخانا أيمن، وجميع المتوفين إلى رحمتك. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، والرسل الأطهار، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى الأبد. وإننا امتسانا ليوسيت مخلص واستنادا إلى تلميح للعرس نصور ونقول: أبانا التي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا ناجنا يا رب من جميع الشرور، تقطف وامنح السلام في أيامنا، أوددنا برحمتك وفتنا من الخطيئة. لنأمل كل تراب نحن متطيرنا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أي رب يسوع المسيح، يا من قلت لرسولك سلام استوديكم سلامي أمنحكم، لا تنتو إلى خطيانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنزل وأوليك الوحدة والسلام بأسباب مشيئتك. أنت الحي مالك إلى دهي دهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. ودع الخمير خطى الألام توب للمدوينة إلى وليمة الرب. مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كريمة واحدة. للتقدم من التناول المقدس نترجى الجميع أنه نبقى في أماكننا
ما نتحرك غير لما يتم توزيع الكهنة على الكنيسة، ومن ثم نتقدم من الكاهن الأقرب لموقعنا حتى تكون المناولة منظمة. أؤمن بالله خالق السماء، السماء والأرض وما فيهما، نتحد بالترتيل مع الجوقة لنسبح الله في هذا اليوم المجيد. ننتظر توزيع الكهنة داخل الكنيسة بالمظلات البيضاء والصفراء. Oh.
أنت الينبوع مورد العطشان، ماء الحياة منتهى الأمان، اروي ظمأنا من عين الحنان ربي يسوع. مع ملاك الله جند لرعاة قد ظهر، حوله الأجواق تشدو بخلاص للبشر، في العلا لله مجد وعلى الأرض السلام، وله شكر وحمد وسرور للأنام. Thank you.
سمعوا لحن الثناء من جنود في علاه، بأناشيد السماء سبحوا الرب الإله. ولد اليوم المسيح مضجعا في مذودي، ملكه ملك مديد دائم للأبد. ليلة العشاء الأخير قدم الرب يسوع ذاته قرباناً نقياً فدية عن كل الشعوب. جسدي طعام حقاً ودمي غفران الذنوب. Oh,
لنصلي. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth. Bin Masihi Rabbina. Amen. تفضلوا بالجلوس. نستمع الآن إلى كلمة من عطوفة السيد عيسى جنو، أمين عام وزارة السياحة والآثار، مندوباً عن معالي وزير السياحة والآثار، فليتفضل مشكوراً. صباح الخير لكم جميعاً. سيادة رئيس الأساقفة المطران بيير بيتسابيلا، المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية في القدس، أصحاب النيافة والغبطة، رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن، قدس الآباء، الراهبات العزيزات، الأخوة والأخوات، الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. يسرني أن نلتقي في هذا الصباح الطيب يوم الحج الكاثوليكي المسيحي الأردني إلى موقع المعمودية المقدس، ونفخر في المملكة الأردنية الهاشمية أن الاحتفال بهذا العيد يقام بانتظام منذ عام 2000، حيث افتتح قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الحج في موقع عماد يسوع المسيح، مثلما نفخر باستقبال الألوف من الأشخاص القادمين من مختلف الرعايا والكنائس الكاثوليكية في المملكة. هنا على ضفة هذا النهر الخالد تعمد السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان قبل نحو 2000 عام، وهنا في نهر الأردن في أقرب مكان للقدس التي تعاهدها الهاشميون بالوصاية والإعمار والحماية، كانت بدايات الدعوة إلى الله وبدايات نشر رسائل المحبة والسلام بين الناس. وهنا في الأردن وطن الجميع، إرث الدين والحضارة وبدايات الإنسانية. لقد بقي هذا الحمى الهاشمي على مر التاريخ في طليعة الدول الأكثر نهضة والأجمل موقعاً والأعرق تاريخاً، بقي كذلك في طليعة نماذج الوئام بين الأديان وقبول الآخر. فلقد تأسس على إرث خالد من التعددية والاحترام وقواعد العيش المشترك، وكان له على الدوام وقفات خالدة في الدفاع عن قضايا الأمة وحفظ حقوقها. أيها السيدات والسادة، لقد جاء لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله مع الشخصيات التي تمثل الطوائف المسيحية مؤخراً بمناسبة الأعياد المجيدة، لقاءً مهمًا وعميقًا، ونحن نؤمن أن حرص جلالته الكامل كملك هاشمي يشمل رعاية وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين وإبقائها مكانًا آمنًا للعبادة. أيها السيدات والسادة وجموع الحجاج الكرام، لقد امتازت العلاقة التاريخية بين الدولة الأردنية والكنائس المسيحية بالود والاحترام القائم على الوسطية والاعتدال، وأغتنم هذا الوجود المبارك لإعادة التأكيد على أهمية المملكة الأردنية الهاشمية كمقصد مهم للسياحة الدينية المسيحية والإسلامية. وأود التركيز أيضاً على أهمية موقع المقدس عماد المسيح كوجهة للسياحة الدينية الروحانية. وفي هذا اليوم الكريم المبارك أشارككم الفرحة وأبارك لنا جميعاً بالعيد، ناقلاً تحيات معالي وزيرة السياحة والأثار، ومن خلالها تحيات دولة رئيس الوزراء لكم جميعاً، مع أمان الخير بموفور الصحة والعافية. اسمحوا لي باسمكم جميعاً وباسمي أن نتقدم بكلمة وتحية شكر وتقدير واحترام إلى من يقومون بالسهر على حماية الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه وأمانه واستقراره، إلى جميع أجهزتنا الأمنية شكراً، وكل عام ونحن والوطن وجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بخير. أيضاً نستمع إلى قدس الأب إبراهيم الشوملي، أمين سر البطريركية اللاتينية في القدس. الإخوة والأخوات الأحباء، باسم سيادة رئيس الأساقفة المطران بيير باتيستا بيتسابيلا، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية،
الأساقفة المساعدين وباسم رؤساء وممثلي الكنائس الكاثوليكية في المملكة الأردنية الهاشمية. نشكر كل من أسهم وحضر أو حضر هذا الاحتفال السنوي 19 يوم الحجيج المسيحي والوطني إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس. إننا في هذا المقام نحيي الأسرة الأردنية الواحدة وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، والأسرة الأردنية الواحدة التي تقف اليوم يداً واحدة للتنظيم والتحضير وإحياء هذا الحج السنوي. نقدم شكرنا الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس مجلس أمناء موقع المغطس وأعضاء المجلس الأكارم. الشكر والتقدير لوزارة السياحة والأثار ممثلة بعطوفة السيد عيسى جمه وجميع كوادر وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والشكر لمدير موقع المغطس المهندس رستم مكيجيان وجميع العاملين في هذا الموقع المقدس. الشكر الكبير لعطوفة محافظ البلقة وعطوفة متصرف لواء الشونة الجنوبية وأصحاب السعادة النواب، والشكر لأعضاء السلك الدبلوماسي الممثلين بالأردن وبالأخص سفير دولة الفاتيكان السفير البابوي والسفير الهنغاري والسفير الإيطالي ومندوب السفارة الأمريكية. الشكر لجهاتنا الأمنية الساهرة، القيادة العامة لقوات الجيش العربي المسلح الأردنية وقيادة المنطقة العسكرية الوسطى ودائرة المخابرات الأردنية والاستخبارات العسكرية والشرطة السياحية وقوات الدرك والأمن العام وشرطة السير والدفاع المدني وشرطة محافظة البلقة، كما والشكر موصول لمدير الخدمات الطبية الملكية لعملهم وسهرهم الدائم على سلامة وأمن جميع المواطنين دون استثناء. وهلا جمعتنا. الشكر للجان العمل الكنسية، جوقة الترتيل، الهيئة العامة للكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، الأمانة العامة للشبيبة المسيحية وخدام الهيكل، وبالخصوص اللجنة الليتورجية المسؤولة عن إدارة هذا الاحتفال، والشكر أيضاً لجمعية الكاريتاس الأردنية. لن أنسى المحسن الكبير لهذه الكنيسة سعادة السيد نديم المعشر وعائلته طبعاً، والطاقم الهندسي المشرف على بناء هذه الكنيسة والمحسنين إليها جميعاً. ونشكر أيضاً مدير بيت الحجاج الروسي وجميع العاملين فيه، كما ونشكر وسائل الإعلام المتعددة المحلية والعربية والعالمية ووسائل الإعلام الكنسية، المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومكتب فضائية نورسات وراديو مريم وصوت الكنيسة. شكراً لحضوركم وكل عام وأنتم بألف خير. Before the blessing, I want to thank also Monsignor Youssef Shbara for his presence here among us. Thank you, Sayyidah. في نهاية هذا الاحتفال أود أن أشكر المطران يوسف جبارة لحضوره ومشاركته في هذا الاحتفال. الرب معكم وروحك أيضا، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. أوناتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. برككم الله القدير على كل شيء، الله والابن والروح القدوس آمين.
اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. يا أبناء مريم يا خير الأنام، ذي أم المعظم أهدوها السلام، جميعنا بصوت واحد. ترفع الكتيبات لعلى سلام.